قبل كل شيء نعتذر الأحباء السبورتات على جي اس كام الديسكاليفيكاسيون هذه اللي بون كنا معملين عليها نمشيو لو بلو لوان بوسيبل خاطر ابار لو كوتي سبورتيف فما يعني ان اوتر نيفو نلعبوا فيه في تسويق معناها للاعبين نتاعنا للفريق والجي تيزي وزو ككل معناها على مستوى معناها القاره الافريقيه اي سورتو كو معناها الكوب دو لا كاف سي لو جاردان دو لا جي اس كاج لي ديان فوا متعود على ليشيونس هذه يمشي فيها الابعد ما يمكن وفيها معناها بالماريس لاباس به لكن الله غالب سي نجم نقول لو فاكتور طون العامل نتاع الوقت من الديبار هو اللي خلانا معناها وصلنا الوضعيه هذه لي فاكتور الكل كانوا ضد يعني ضدنا يعني صاروا سواء كان من ناحيه يعني القائم من ناحيه الاصابات خاصه من ناحيه التايمينغ نتاع المباريات تاجيل كونفينمون تاجيل وتاجيل اخر للي خلطنا يعني في تايمينغ ماهوش لصالحنا نظرا اللي عندنا ما لا يقل معناها على 4 اصابات فيهم حتى ماهيش اعذار ما سي تم فات معناها اللي موجود حتى يعني نزله ورضاه كما كانوش في افضل حالاتهم يعني ولعبوا حتى يعني مصابين ولو كونكور سيركونستانس معناها افي كو صعبت علينا المباراه من ناحيه التسرع من ناحيه معناها فقد معناها التحكم في الاعصاب نتاعنا كلفتنا معناها الخروج هذا المر بطبيعه الحال لكن ديما نحاول نبني على الاشياء هذه ونخرج منها يعني اشياء ايجابيه ونجم نقول كما قلت يعني جل العوامل بنسبه كبيره كانت ضدنا فما عوائق كبيره يعني خارجه حتى عن نطاقنا احنا خاصه على مستوى يعني الكاف وعلى مستوى معناها الفاف على مستوى التعيينات والكالندري جينا في توقيت نلقاو رواحنا معنا باش نعرف ليني دروات نتاع الفاز اللي هذاك كات سيلاندري كيما قسنطينا اليوسما الام سي اي بارادو في وسط المباراه ان افكتيف كاف ان افكتيف شامبيونا يعني حتى التحضيرات نتاعنا بصراحه كانت يعني مشتته يعني مشتته تصور انت عندي مباراه اليوسما وبعد بيومين عندي يعني ما ركزتش معناها في التحضير ككل كمجموعتين يعني اصبحت يعني افكاري مشتته يعني عندي اليوسما تفكر في اليوسما اكثر فكر حاجه اخرى عندنا مجموعه منا دونك هذه اللي خلات مجموعه من 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 مباراه اللي كانت في ديسمبر مجموعه ككل ما شاركتش مع بعضها حتى من ناحيه التدريبات يعني بعض الحصص ومن ناحيه يعني اللحمه ما تنجمش توجد لحمه في ظل الفريق يعني من مباراة الذهاب ما لعبش بانسجام مع بعضه وباسترسال دونك هذه العوائق اللي خلاتنا معناها نعتذروا مرة أخرى للأحباء نتاعنا وإن شاء الله معناتها نلقاو طوال الوقت الكافي باش ننظموا الأمور نتاعنا في البطولة. بالطبيعة باش تكون الأمور أفضل على مستوى العمل باش يكون عندنا وقت معناها باش نحسنوا فيه المردود الفردي والجماعي نتاع اللاعبين وربما حتى فترة يعني المباريات ما عادش باش تكون يعني مسترسلة كيف ما كانت بالطبيعة باش تكون ظروف العمل اليوم أفضل من الناحية معناها من ناحية المجهود من ناحية الأمور الفنية والتكتيكية باش يكون عندنا مجال باش نجموا نخدموا أفضل وتتطلب معناها التركيز تعرف معناها شنو حالنا يعني في البطولة هناك فرق أخرى مجهزة أنفسها نفس الشيء فنحاولوا بكل ما في وسعنا شفنا في الفترات الأخيرة المستوى نتاع الفريق تحسن على مستوى خاصة المردود إن شاء الله التسييم يرجع ونلقاو معناها الظلة نتاعنا على مستوى معناها التنشيط الهجومي وخاصة على مستوى النجاعة الهجومية اللي نقصد في المباريات الأخيرة لكن شفنا اللي هنالك يعني تطور إن شاء الله نسعى على التطور هذايا والمباريات الأخيرة حب على المباريات يعني الكبيرة لعبناها حب الثورة حب يعني بالوزداد أو اليوسما أو سي ار بي الفريق معناها أون أبوزي نوتر جو أون إيتي لا بريزون معناها وظاهرة معناها الفريق نتاعنا متمكن وواقف أفضل ما يمكن معناها في الملعب وعمل مباريات معناها نقولوا احنا في مستوى لاباس به، إن شاء الله الأمور هذه تتحسن وتتطور، بداية من المباراة هذه نتاع اليوسما مباراة بارادو مهمة بالنسبة لنا احنا باش نشوفوا بها نطلعوا بها بقية المشوار أفضل ما يكون، لكن النقطة أنا اللي نحب نحلها هو كونه صحيح يعني وضع صعب في الكرة الجزائرية ككل من الناحية المادية ما نقولش لا. قاعدين نتعاملوا مع اللاعبين والاطار الفني قاعدين معناها يعني نساهموا في شيء هذايا ونتعاملوا مع الوضع هذا ومع ذلك تشوفوا اللي النتائج خلينا نقولوا معناها منطقيه لكن انا كمتفرج انا مدرب معناها مهما كانت النتائج وكذا المدرب تقيموا معناها النتائج نتاعو هنالك اداره تقيم عمل المدرب وقادمين على كل شيء معناها ماناش فوق المحاسبه ماناش فوق معناها التقييم هذا قادمين لكن نحبوا نخدموا في ظروف احنا اللي نشوفوا فيها مصلحه النادي ككل يعني انا نشوف من المستحسن كل ما تصير كونتر بيرفورمانس الا وتتعالى اصوات التهديم راهو التهديم سهل والبناء صعب لي كريتيك كونستركتيف مرحبا به
مرحبا به من كل في كل المجالات في كل كذا، ولو انا ما ندخلش ياسر على لي باج براتيكمون ما عندي حتى باج لا ما تجيني ديزيكو كذا، مرحبا يعني باللي كريتيك بالانتقادات اللي باش تصب في خانه يعني مصلحه الفريق، مرحبا به يعني نتقبلوها من طرف نحكي على الامور معناها الفنيه مثلا من طرف اي شخص ما عندنا حتى مشكل، لكن اللي حس في نفسي كونه يعني الوضع اللي فيه شبه القبائل راهو هل الحاجات اللي تصيب من حين لاخر وقت النتائج تسوء ما تخدمش مصلحه النادي. لي جون لي سامباتيزون منا ومنا راهو شوف في الاخر بالكل ما فما حتى شخص يخرج رابح، ني فانكور ني فانكو، اتهنى بار اكسبيريونس فما حتى شخص يخرج رابح، ني فانكور ني فانكو، ما نحبوش الشبيبه تكون اون فيكتيم لاس الحاجات هذه. فانا نقول ننظر نظره باهيه ايجابيه سيرتو بوزيتيف، نخليو الفريق يخدم في راحه اكثر، في معنويات مرتفعه اكثر، في التفاف اكثر، وبطبيعه الحال ماناش فوق المحاسبه، ماناش معناها ضد مع الانتقادات مع، لكن يعني كونه تكون اشياء يعني دي ريغلومون دو كونت اللي تخلي الفريق يتراجع للوراء في كل مره، هذا راه ما يخدمش مصلحتنا كفريق. اون ريست ديرير ليكيب اون فان سيزون معناها اون في لو بيلان ونشوفوا، لانه الوضع ماهوش راهو وضع سهل، سواء كان الاداره اللي كانت القديمه او الاداره هذه، الناس كل خدمت في صعوبات كبيره والصعوبات مازالت متواصله. وهذا هذا اللي حاجتي به هو كونه احنا في طور معناها نقولوا احنا نبنيو في حاجه ما نحاولوا ما نهدموش، نحاولوا نكونوا ايجابيين ونساهموا في البناء هذا، ويعني المطالبه والتقييم يعني 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 حاجه مطلوبه حاجه مطلوبه. وهل الاحصائيات هذه انا نخاف منها لانه كرة القدم معناها عالم غريب، وعلاش هو الشارم دي فوتبول كونك ما تعرفش على شنو هو تطورات المباريات والتكهنات من النتائج. بون في بعض الاحيان لك بعض الاحيان تصير تقلبات غير منتظره، مثل ما نقولوا لو اسما يعني سي معنا السي ار بي كانت بيت نوار نتاع جيسكا، فشفنا اللي في نهايه المطاف الامور تقلبت، فان شاء الله نكونوا احنا اوني افيرتي معناها بالوضعيات هذه والاحصائيات هذه نخاف منها. باش نكونوا معناها جاهزين للمباراه خاصه خارجين بعد يعني اون كونتر بيرفورمانس، فلازم تكون هنالك يعني رده فعل. معناها احنا كي نقول كونتر بيرفورمانس مش معناها فما لاعبين ما شاركوش، معناها ان سون با كلير، بالعكس هي يعني مسينا الفريق ككل، لانه يعني احنا كلنا وراء الفريق معناها سواء كان مجموعه شاركت في الكاف او ما شاركتش، فمطالبين باش تكون هنالك يعني رده فعل وناخذوا بعين الاعتبار الامور هذه. وفي الفوتبول صحيح اما ساعات انا صندان ياخذوا فريق على اخر، لكن حذاري تنجم تصير يعني تقلبات في الوضعيات اللي كنت عندك عليه الصندان تاخذ عليه انت اسبقيه والعكس بالعكس. فان شاء الله نكونوا معناها جاهزين للامر هذايا ونتعاملوا، سورتو كو الانفيرميري عندنا بعض يعني الاشكاليات، ان شاء الله نخرجوا باخف الاضرار في الامور هذه من ناحيه يعني الحضور نتاع اللاعبين المباراه هذه، في ظل كونه عندنا مباراه اخرى كيف كيف عيننا على المباراه هذه والمباراه الاخرى والاثنين يعني مهمين بالنسبه لنا احنا. ان شاء الله من الناحيه معناها الصحيه ومن ناحيه الانفيرميري ومن الناحيه الفنيه والتكتيكيه نكونوا معناها جاهزين وحاضرين، وباش يكون يعني التركيز من اليوم والتحضير الذهني للمباراه من اليوم. وفي نفس السياق الفريق الخصم زاد يمر بفتره يعني نجم نقولوا المباراة هذه ربما تدخلوا في أزمة، وإحنا في نفس الوقت في نفس الشيء ماذا بينا معناها الصفوف الكل تكون متحدة باش نتلافاو معناها الدخول في نفق هكا نتاع أزمة نتاع النتائج وعلى أرضنا ما تعرف مش نساومو، فباش تكون بالنسبة لنا إحنا مباراة في 48 ساعة اللي قاعدوا نحضروها كأفضل ما يكون. وربي يرحمهم نقدم تعزية سواء بالعباس أو البريزيدون معناها نتاع الجي اس كا ومي كوندوليونس عن العائلتين الاثنين وربي صبرهم.